Hey guys, كيفكم شلونكم؟ رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله جيبكم معي في يومي. صراحة ما ادري ايش اسمي ذا الفيديو، pack with me ولا day in my life ولا نسولف كما المعتاد. واغراضي ان وراي سفرة بكرة ان شاء الله، فايه ابغاكم تجون معي نرتب اغراضي ونسولف سوا، نقضي وقتنا سوا، وليش لا؟ ايش احلى من هالجلسة؟ علموني الان. فاليوم انا توي راجعة من الجامعة، خلاص طبعاً ما عاد صار في مدارس، كله سواليف جامعات، يعني اللي مو جامعي يطلع من الموضوع. طبعاً اليوم كانت في فعاليات يوم التأسيس، تخيلوا إني ما حضرتها لأن كان عندي اختبار سايكولوجي علم نفس. أنا ألوم نفسي كل يوم إني أنا منزلة هالمادة، لأن صدق هالمادة مو خفيفة اللي بعده، هو مو صعب مره بس ان المواضيع مره كثيره. وفي هالاختبار وانا قاعده في الاختبار قلت يا الله هذا صدق اختبار جامعي. تذكرون الترم اللي فات وما اقول لكم اني احس اني كاني ستيل ثانوي؟ هذا الاختبار حسسني اني في الجامعه صدق. كان مره طويل وهذا هو ميدترم، يعني وش بيصير في الفاينل انا ما ادري. يلا عادي، كثير قالوا لي ان نزلي في التحضيري عشان تفتكين منه ويخفف عليك الضغط إذا تخصصتي، فهمتوا قصدي؟ اختبار كان حلو مرة بس صدق أنا آخر من يطلع من القاعة، بس حليت زين، حليت مرة زين، يعني أنا بعد الاختبار قلت كفو والله إنك قدرتي تحلينه لأنه كان مو طبيعي، يعني مو صعب بس دسم. والحين برتب أغراضي عشان وراي سفرة. المشكلة إنه ترى أنا الجامعة اللي أنا فيها ما عندنا عطلة زيكم، اللي هي عطلة يوم التأسيس اللي هي أسبوع. ليش إحنا ما عندنا عطلة؟ لأن أنا جامعتي هي الجامعة اللي بيأجزونا كل رمضان، تخيلوا من أول رمضان لنهايتها إلى 6 شوال أنا مأجزة، أنا معطلة، ما أداوم في رمضان، فهذا اللي مصبرني ومو قاعدة أتحلطم إني ما عندي إجازة زيكم، لأن رمضان كله معطلة. يوم قلت لماما هذا الخبر قالت زين الله يبشرك بالخير، أجل أنتي عليك الطبخات والحلا وكل هالأشياء، عادي عطوني الطبخات والحليات أسويها في رمضان ولا أداوم الصراحة. رمضان صدق أموت فيه. جايز والله صدق مرة احبه بشكل ما تتخيلونه. والصدمة اني ما بعد شريت ولا جلابية رمضان، تخيلوا، ترى مو بعادتي، انا بالعادة لازم استفتح رمضان بجلابية، فلازم اشتري لي جلابية عشان يعني ندخل رمضان بشكل صح. المهم اكيد انتم قاعدين تقولون فرح، طيب انت ما عندك عطلة شلون بتسافرين؟ ماما وخالاتي وبنات خالتي وهيونا واخواتي كلهم بيروحون مصر، وانا طبعا انا الوحيده لان بنات خالتي وخالاتي هذول يعطلون، يعني المدارس يعطلون، واللي في جامعات يعني جامعات غير جامعتي يعطلون الا انا حرفيا. طبعا سبت داوم فهي ما راح تاخذ اجازه اسبوع، بتوفرها السفرات جايه غير مصر. قلت لها ان ايش رايك نروح لو على الاقل الويك اند اللي هو الخميس الجمعه السبت وبسحب على الاحد والاثنين، ابغي يصير كذا كم 5 ايام في مصر، مرة حلوة تغيير جو، فهمتوا؟ على الاقل ما نقعد ويك اند بالحالنا، تخيلوا البيت ما فيه احد وويك اند بيصير مرة كآبة. بكرة ان شاء الله الرحلة. هذه اللايف ابديت سو فار. فقلت الحين ارتب شنطتي للسفرة وافتك عشان اليوم بروح اجتمع مع صديقاتي ومن بكرة رحلتي. طبعا انا ما ادري هل مصر برد، هل مصر حر، هل مصر وشلون، لأن من زمان ما رحت، وبالعادة إذا رحنا مصر إذا يكون حر الجو، فهل هو حر؟ يعني إحنا بدأ يحتر الجو، هل هم زينا؟ أحسهم أبرد صح؟ فشكلي بحط ملابس شتوية بس، كلها 5 أيام يعني مدري 4 أيام، فيعني عادي. أدري إنها مرة كبيرة بس هذا اللي موجود. ماما وأخواتي خذوا الأحجام المحترمة وهذا اللي بقالي. لا هي مو أكبر شيء، متوسط هذا الحجم يعتبر. دولابي وخلنا نطلع اللي نبغى نطلعه، هذا الكارديجن نايس، واحس انا في هالسفره مالي خلق مره اتكشخ فبجيب حرفيا اشياء مره بيسك. تخيلوا هذه شاريتها يمكن من الشتاء اللي فات والى يومكم هذا ما بعد لبستها، فخلنا نشوف هل فرح بتلبسها في هالسفره، الله اعلم. باخذ سويت بانتس، وباخذ البنطلون الرسمي، بنطلون مخمل، احس هذا خلاص صح.
سويت بانس ثاني وهذا الجينز الوايت واش. انا احتاج اكتشفت انه ما عندي جينزات في توب مره اللي ابيض شكله عن صبا او هيا. بعد شوي بنروح الغرفهم ونشوف اللي ضاع بالغسيل واللي دخل دولابهم ولا اللي هم سرقوه وبطلع من دولابهم. في كذا توب ابيض في بالي وعندي جينز اسود يمكن لي 6 شهور ما لبسته ومختفي من الدولاب، فخل نشوف مين اللي سارقه. بس ترى صدق انا اكتشفت اني مره ما البس جينز، يا البس ليجينز يا البس سويت بانس يا البس بناطلين. بناطلين تخيل ذاك اليوم قعدت اسولف على واحده من صديقاتي قلت لها بناطلين، قالت وش بناطلين؟ دقيقه وانا متحمسه بالسالفه قالت وش بناطلين؟ هل هو خطا؟ تقول هي لا قولي بناطيل. بناطيل ابدا مو منطقي اني اقول بناطيل لان بنطلون في نون، فبناطيل وين راح النون؟ بناطلين. هو ادري ان الجمع بنطلونات بس اكتشفت اني انا اقول بناطلين مره كثير. المهم بنطلونات، ايه مثل ما قلت لكم انا ما عندي جينز كثير، يعني هذا الجينز شريته العام صراحه ما البسه كثير الا في باريس. اللي البسها بنطلونات رسميه او ليجينز فليرد ليجينز. اصلا انا ما البس يعني بنطلون، يعني في مثلا اماكن رسميه نادر البس بنطلون، فهمتوا؟ فيعني صدق مره غريب اني ما البس جينز، عشان كذا انا اقول لكم بنطلوني الاسود الجينز الاسود مختفي. فخلينا نشوف مين اللي سرقه صدق. طيب الحين ما تشوفوني، يا رب الفوكس يكون على وجهي. ايه انا ترى ما اشوفكم مره بعيدين انتم. هذا الجينز اطول جينز ممكن تلبسونه في حياتكم، اطول جينز يعني طويل علي، ترى انا طولي 170 على فكره. كثير ينصدمون، تدرون اذا شافني احد في الصدق يقولون فرحتي مره طويله ان التصوير يعطينا انك انت قصيره. هل التصوير صدق يقصرني؟ انا ما ادري بس ترى طولي 170 وهذا الجينز مره مره طويل. زين عندنا بنطلون المخمل، هذا الطول مناسب. اذا تسمعون ازعاج في الباك جراوند كذا صوت تنظيف، في جايبين شركه تنظيف تنظف الصاله اللي تحت، ان شاء الله ما يكون مزعجكم. كم الساعه؟ ما ادري. هذا من الحين اقول لكم ما راح البسه بس بنحطه. كذا احس اني خلاص تمام. ايحو ايحو الحمد لله. باقي لي الجزم ايش اخذ الصدق ما ادري. باخذ هذه وهذي ولا هذي ولا هذي. طب ودك. الو هلا. وبس بكذا خلصت اغراضي، باقي الميك اب وباقي يعني السكين كير فرشه اسناني وكل هالاشياء، هذول بعدين بسويهم يعني في الليل اذا رجعت من صديقاتي لان بستخدم ميك اب وهالاشياء. وبس اهم شيء اني افتكيت بالملابس فهمتوا، خلاص طحت بهمها.